أنا أقول لكم بصراحة من هنا من إسطنبول، نعم، التفسيرات الأخيرة اللي صارت في جنوب تركيا يقول الشعب التركي أن هذا سببه سببه السياسات الخاطئة التركية في المنطقة، هذا أقول لكم صراحة. بالنسبة إلى حكومة تركيا، مع الأسف الشديد أمريكا سيطرت على حكومة تركيا، ومع الأسف الشديد أيضا سيطرت على المعارضة في تركيا. نعم. الأحزاب السياسية التركية مع الأسف الشديد لا يخرج أصواته. وهناك استطلاع حكومي ليسمع كل العرب في الشرق الأوسط. الاستطلاع الذي سوته الحكومة التركية، 11 من الشعب التركي صوتوا لصالح سياسة أردوغان. الباقي كلهم معارضون مع هذه السياسة. إذا تريدون تأتون بالديمقراطية في سوريا، لماذا لا تتكلمون فيما يجري في السعودية؟ نعم. حقق له. طيب أستاذ محمد لو سمحت لي، نعم. اللاجئين ومنهم خاصة الإرهابيون يهددون الشعب التركي في مدينة أنطاكيا. نعم. مثلا قبل أيام قطعوا الكهرباء و30 باص ممتلئة بالإرهابيين من الدول المختلفة أدخلهم إلى سوريا، لأن يريدون أن يجرون حزب الله إلى داخل المعركة في سوريا. يعني يريدون مع إسقاط النظام الأسد يريدون إسقاط نظام حزب الله، هم يتفكرون بهذا الشكل. هناك جدار حائل أطراف لبنان، أطراف إسرائيل عفوا، لبنان من جهة، سوريا نظام بشار الأسد من جهة، حماس والجهاد الإسلامي من جهة، سيطروا على إسرائيل، وأمريكا وقوى الاستكبار سيطروا على إيران في قواعد عسكرية في تاجكستان في أفغانستان.